السلام عليكم ورحمة الله. دونك غنحاول الفقرة الفايتة اللي كانت شدتني فيها العطسة، دونك غنحاول نرجع ليها باش نعاود نرجع نشرحها لكم بطريقة واضحة. دونك كيفاش نكالكوليو الجهد ديال واحد الباغن؟ مزيان. دونك هنا قلنا بوغ ديتيرميني لا فالور، دونك باش نحسبوا الجهد ديال واحد البوند، دونك بوغ ديتيرميني لا فالور دو بوتونسييل الكتريك دان بوين دان سيركوي، دونك واحد النقطه من ديك الداره، اون دوا شوازيغ ان بوين دو ريفيرونس برونشي ا لا ماس، دونك خصني ضروري، دونك عندي نقطه هنا، ها هي النقطه بغيت نحسب لها الجهد ديالها هادي، ياك غنحاول نختار اون بوين دو ريفيرونس، دونك نحاول نختار ان بوين دو ريفيرونس ام نسميها ام ولا نسميها هاد البوان خصها تكون ليي لا تيغ، هاي تكون ليي لا ماس ولا تيغ، فهمت مزيان. النقط كاع اللي كيكونوا ليي لا تيغ كيكون الجهد ديالهم نو، لو بوتونسييل ديالهم كيساوي ليا نو، دونك حنا اش نديرو هكا باش نعرفو شحال هو البوتونسييل ديال في ان، دونك الهدف ديالنا هو باش نجبدو البوتونسييل ديال في ان، باش نجبد البوتونسييل ديال في ان خصني نحاول نربطو بشي نقطة اللي غتكون مرتبطة مع لا ماس، مزيان. دونك من هنا غادي نطبق العلاقة، شنو كنعرفو حنا؟ هاد التوتر هذا غيتسمى، هاد التوتر غيتسمى U N M، مزيان. اش كنعرفو على U N M؟ هي في ان موان في ام، مزيان. وهاد في ام بما انها مرتبطة مع الارض اذا غتكون كتساوي زيرو، بالتالي فان يو ان ام كتساوي ليا في ان، وفي الاخر حنا لقينا في ان، يعني الا كنا عارفين يو ان ام دونك غتكونو غنكونو حنا حاسبينها مثلا بالفولت متر، لقينا فيها مثلا دو فولت، صافي اذا يو ان غتساوي لنا دو فولت، صافي مفهومة. دونك نمشي للفقرة الثانية، الفقرة الثانية هي اللي فيها لي تونسيون فاريابل، التوترات المتغيرة، لا تونسيون التيرناتيف سينوسويدال، غنشوفو التوتر المتناوب الجيبي، دونك هذا كيتسمى توتر متناوب جيبي، لا تونسيون الكترونيك اي تابولي فاريابل سي سا فالور شونج افيك لو طون، دونك وقت ما تغيرنا وقت ما تغيرت لنا القيمة نتاع التوتر، دونك شوف القيمة كانت هنا شوية بقات غادية غادية غادية، وصلت واحد القيمة قصوى، عاوتاني بدات نازلة نازلة نازلة، وصلت قيمة صفر هنا صفر، وبقات مكملة لهنا لهنا لهنا، تعاود وصلت قيمة دنيا، عاودة طلعت طلعت وصلت لصفر، عاودة طلعت نزلت إلى آخره، دونك هادي كتسمى أتونسيون إلكتريك فاريابل، علاش؟ لأن لا فالور ديالو كتغير، مزيان؟ فوقاش تنقولو ألتيرناتيف، لا تونسيون إتابولي ألتيرناتيف، كون إل بخون ريسبكتيفمون لي فالور بوزيتيف إي دي فالور نيجاتيف، دونك في هاد الحالة هادي عندنا دي فالور بوزيتيف إي دي فالور نيجاتيف، دونك ها هما لي فالور بوزيتيف هنا، دونك كاع هادشي لي جانا في هاد من هنا، هادو القيم القصوى هنا قيم منعدمة، ياك هذا تخيلوه بحال شي، هذا بحال شي معلم، ها هو المعلم هنا شنو فيه؟ هنا فيه U ياك بالفولت، وهذا شنو فيه؟ هذا فيه الزمن، صافي دونك هنا كاين زيرو، إلا كان هذا كيتسمى القيمة القصوى غنسميها U ماكس، كاين اللي كيكتب لها U M كاين اللي كيكتب U ماكس، وهذه تهدي القيمة الدنيا هي U M تهيا، ولكن قدامها إشارات ناقص. كون إل بخون ريسبكتيفمون دي فالور بوزيتيف دي فالور نيجاتيف كنقولو بأنه ألتيرناتيف، لا تونسيون ألتيرناتيف متناوب، مزيان. لا تونسيون إتابولي بيريوديك لورسكيلي répété de manière similaire et régulière sur des périodes du temps successives et égales. Donc, فوقاش نقولو بأنه périodique. دونك بيريوديك فاش كيكون انه الى شفنا هنا هاد النقطه هادي فوقاش غتعاود ليا
بعد ما يضرب هذه المسافة، هذه المسافة كاملها، ويعاود يجي لهنا، ويعاود يجي لهنا، ويعاود يجي لهنا، عاد غيضرب هذا، يوصل هذه النقطة. دونك هذه المسافة هذه كاملها اللي راني دايرها هنا، هذه كتسمى الدور، البيريود. صافي كنرمزوا ليه بالرمز تي كبيرة. نفس الشيء باش يمشي ليا من هنا، رد البال، المنحة ديال الحركة، المنحة ديال اللي كنقرا فيه دابا أنا، هو هذا المنحة اللي طالع. دونك خصني نوصل للقيمة زيرو، غنبقى غادي 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 غادي، هنا وصلت هنا للقيمة زيرو، ولكن هذه القيمة زيرو راني غادي هابط، دونك خصني نحتفظ على المنحة، راه مازال غنرجع لهذا الشيء. غنكمل 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 حتى غنوصل هنا. دونك هذه المسافة كاملها كتسمى تي. وإلا جينا نقارنوا هذه المسافة مع هذه المسافة، غنلقاو بأن التي كتساوي ثلاثة مربعات، وهذا التي كتساوي ثلاثة مربعات. دونك هذا هو اللي كيتسمى الدور. مزيان. دونك هنا لا طونسيون اي تابولي بيريوديك لورسكي لي ريبيتي دو مانيير سيميلير اي ريغولييغ سور دي بيريود دو طون سوكسيسيف اي ايغال. مفهوم هذه؟ دونك فوقاش نقولوا بانها، بان لا طونسيون اي تابولي بيريوديك، يعني فوقاش يكون دوري، فاش كي فاش لورسكي لي ريبيتي دو مانيير سيميلير، فاش كيبقى يتعاود بواحد الطريقة واحد الطريقة شنقولو دون مانيير سيميلير ريغولييغ، يعني واحد الطريقة يعني كيتغير بواحد دون مانيير ريغولييغ منتظمة، واحد الطريقة منتظمة سور دي بيريود دو طون، يعني بتغير مع بتغيير الزمن، هو كيتغير بواحد الطريقه اللي راها منتظمه، يعني قيمه، يعني بحال اللي شفنا في الميديا. اون اوبتي اون طونسيون التيرناتيف سينوسويدال، دونك فوقاش نحصلوا على توتر متناوب جيبي كون il prend دي فالور بوزيتيف اي دي فالور نيجاتيف كومبري اونتر دو فالور ليميت سولون اون فونكسيون سينوسويدال. دونك هنا كنت كنهضر لكم بحال اللي هضرت لكم على على اي ماكس وعلى موان اي ماكس. دونك فاش كيكون عندنا واحد لا طونسيون اللي محصور بين اي ماكس و اي ماكس، تنقولوا بانه سي اون طونسيون الترناتيف سينوسويدال، توتر متناوب جيبي، الترناتيف متناوب سينوسويدال جيبي. مزيان. On obtient la tension alternative sinusoidale entre les bornes d'un générateur de basse fréquence GBF. Donc GBF, هو اللي كيعطينا هاد لا طونسيون سينوسويدال. GBF هو هذا كيتسمى الجينيراتور ا باس فريكونس، الشكل ديالو هو هذا. فاش كنعاينو التوتر، فاش كنعاينو التوتر بين مربطي هذا الجي بي اف، كنلقاوه متناوب جي بي. بالنسبة ل لا طونسيون ماكسيمال، يعني لومبليتود، دونك لا طونسيون ماكسيمال كنجبدوها بهاد لا فاس، بهاد الطريقة هادي. دونك عندنا واحد représentation là, une tension alternative sinusoidale qui quand je vais de la période de là, donc quand on va à ce point là on va نقلب فين غترجع ليا نفس القيمه، غنمشي 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 حتى لهنا. دونك هنا غتعطيني قيمه اخرى، دونك هذه كتسمى هي البيريود تي. مزيان. دونك انا طلبت منك، راه كنعاود داكشي اللي قلت قبيله، الا قلت لك تبدا من هنا قلنا كنرجعوا لنفس القيمه، يعني يعني خص داك التوتر يرجع لنفس القيمه في نفس المنحه. دونك حنا المنحه ديالنا شنو هو؟ هو المنحه اللي هابط. مزيان. انا نبقى غادي نقلب على نفس القيمه، شنو هي القيمه؟ القيمه هي زيرو. دونك هذا تخيلوه بحال شي معلم فيه هنا او، وهذا هو التوتر، هذا هو الوقت، هو الزمن. مزيان. قلنا هاد النقطه غنبقى غادي 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 هنا ضربت في الزيرو، ولكن هذا الزيرو كي داير؟ الزيرو هنا عندنا المنحه طالع، وهنا عندنا منحه، دونك ماشي هذا هو اللي بغيت. غنكمل، غنبقى غادي 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 حتى لهنا. دونك هنا غادي نلقى القيمه ديالي، القيمه ديالي علاش نقلب هي زيرو. دونك من هنا حتى لهنا انا كنديرها اشوغي، هذا هو البيريود. مزيان. دابا نشوفوا لومبليتود، لومبليتود هو اكبر قيمه، القيمه القصوى اللي كتاخذها، اللي كياخذها التوتر، هي هذه. دونك قلنا هنا انت الى عبرنا هذه المسافه هذه تعطينا او ام، هذه هي او ام. بغينا نجبدوا الاحداثيات ديالها، دونك هذه مو هذه مو او ام. بغيت غير لومبليتود، فاش يقولك جبد لومبليتود صافي تعبر له غير هذه. عندك فيها جوج المربعات كيعطوك كل مربع، غادي نشوفوا الحساسيه الراسيه
مع سرعة الكسر غادي نشوفوهم دابا صافي مفهوم دونك لا طونسيون افيكاس دونك كيفاش كنحسبوا لا طونسيون افيكاس بعد ما كتعرف يو ام كتجبدها من لوسيلوسكوب بعد ما كنجبدوها كنجبدو يو ام دونك من يو ام نقدر نجبد العلاقة ديال يو او يو افيكاس هي يو فعالة كتساوي لنا يو ام على جي درجوج عقلوا هذه العلاقة دونك مثلا كون لقيت هنا مثلا 2 فولت غادي نكتب يو او كتساوي 2 على جدر 2 صافي وتحسبها وتشوف شحال غتعطيك صافي اي ميزوري ديريكتومون دونك فاش كنعبروا بداك الفولت متر فاش كنعبروا بالفولت متر راه كنلقاو ديريكتومون لا فالور افيكاس يعني يو افيكاس هي اللي كتعطينا صافي يو افيكاس هي اللي كيعطيها لنا الفولت متر مزيان دونك لوسيلوسكوب ها هو نهضروا عليه لوسيلوسكوب واحد الجهاز qui permet de visualiser et de mesurer la tension électrique. Donc, qui bille le nom de la tension électrique. Ok, il me connaît le chisab. Tension électrique. Qui fait que je me connaît le chisab de la tension électrique. Donc, bah, d'un alaka. T4 ça oui, SX fois X. SX كتسمى لا سنسيبيليزاسيون اوريزونتال يعني الحساسية الرأسية و UM ماكس كتساوي SY فوا YM بحيث أن SY كتساوي لا سنسيبيليتي لا سنسيبيليتي قلت لا سنسيبيليزاسيون لا سنسيبيليتي فيرتيكال الوحدة ديالها الفولت باغ ديفيزيون وهذه وحدتها لو طون يعني S باغ ديفيزيون مزيان نرجع للمثال ديالي نرجع للمثال ديالي ها هو نحاول نمسح باش نشرح لكم هنا مزيان دونك مزيان دونك نحاول نشرح هذا قلنا بان العلاقه اللي عندنا هي هذه قلنا بان تي كتساوي اس اكس فوا اكس تي كتساوي اس اكس فوا اكس غنكتبها هنا تي تساوي اس اكس فوا اكس فوا اكس دابا هما بعض المرات كيكونوا عاطينا هاد اكس كتكون اكس اصلا باينه اكس هو هو العدد ديال التدريجات هادو تمام وبعض المرات بعض المرات تيعطيونا اس اكس كيقول لك جبد تي بعض المرات تيعطيونا تي كيقول لك جبد اس اكس دونك بحال هنا دابا نقدر نعطيك تي نقول لك تي هي 6 نعطيك مثلا تي هي 6 6 سكوند مزيان ونقول لك جبد اس اكس الحساسيه الراسيه دونك باينه غدير 6 المهم غادي دير 6 يعني 6 تساوي اس اكس فوا اكس شنو هي اكس واحد ديال التدريجات دونك هنا ما كيهمنيش دابا الاساسي عندي هو انني نطبق هذه العلاقه ها شنو هي اكس اكس هو عدد التدريجات هاد التدريجه الاولى التدريجه الثانيه التدريجه الثالثه اس اكس اما كتكون معطيه لنا المهم الوحده ديالها كتكون باش بالسكوند على ديفيزيون ندير واحد التطبيق عددي ندير واحد التطبيق عددي دونك بغينا نحسبوا عاطيكم اس اكس كتساوي لا مثلا كاع نقولوا عطيتكم واخا اس اكس كتساوي 2 سكوند باغ ديفيزيون صافي وقلت لكم حسبوا ليا تي شحال غتعطينا دونك عندك اس اكس هي جوج سكوند باغ ديفيزيون مزيان مضروبه في اكس شحال هي اكس اكس هي واحد جوج ثلاثه ثلاثة ديالاش 3 ديفيزيون
مشات ليا ديفيزيون مع ديفيزيون لقات لي جوج ثلاثة هي 6 سكوند دونك البيريود ديال هادي هي 6 سكوند دو ميم بالنسبة للعلاقة ديالت ديالت U ماكس كتساوي الحساسية الرأسية لا سنسيبيليتي هوريزونتال فوا إيكغيك شنو نقولو إيكغيك إيكغيك حيت طالع مع محور إيكغيك دونك هنا شنو عندنا هذا لالتيتود هو هذا عندنا في مربع ثم جوج دونك اس إيكغيك غتساوي جوج إيكغيك غتساوي جوج غتخصنا غير اس إيكغيك اس إيكغيك على حسب داكشي اللي عطاونا مثلا كون عطاونا مثلا اس إيكغيك غيعطيونا فيها هي كتكون باش كتكون بالديفيزيون على الفولت اس إيكغيك يقدروا يعطيونا فيها مثلا واحد فولت بار ديفيزيون دونك يو ام غتساوي ليا واحد فولت بار ديفيزيون فوا جوج مشات ديفيزيون مع ديفيزيون تبقى جوج اذا يو ماكس كتساوي ليا جوج فولت وبالتالي نقدر نستنتج يو او اللي كتساوي ليا يو ماكس على جوج مزيان تبدا تكون فهمت راه مازال في التمارين غنشوفو هادشي غنشوف هادشي ان شاء الله في التمارين غنشوف هادشي مزيان بدقة وبتأني إن شاء الله في التمارين مزيان هنا دي زوطخ طونسيون فاريابل كاين طونسيون ريكتانجل لو طونسيون ريكتانجل هو اللي كيكون على شكل مربع بحال هكا دونك هما مربعات ريكتانجل جاية من السماع ديال ريكتانجل وكاين تريانجل صافي لي طونسيون اللي كيكون لا ريبريزونتاسيون سو فورم دو تريانجل دونك هنا ريكتانجل شتي سو فورم دو ريكتانجل ريكتانجل هو المربع تمام وهذا سو فورم دو دي تريونجل ها هو المثلث حبس هنا ها هو بدا مثلث اخر لتحت ها هو حبس هنا ها هو بدا مثلث اخر لتحت ها هو حبس هنا بدا مثلث اخر لتحت ها هو حبس هنا بدا مثلث اخر فوق الى اخره تمام دونك الدرس راه بسيط نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان شي شويه في هذه الحصه ولو غير واحد 70% وكنعتذر على هاد الحاله الصحيه ديالي لانه في اخر لحظه ما عرفتش تقلب عليا الجو اللي كنعطس بيه هذا المهم نتمنى تكونوا فهمتوا ولو قلت لك غير واحد 60% 50% حتى 70% وما باقي ان شاء الله غنحاولوا نكملوا ان شاء الله بالتمارين دونك حاولوا تضبطوا الدرس ديالكم اي تساؤل اي حاجه انا راه الاشاره سواء في الواتساب سواء في فيسبوك سواء في لي كومونتير ديال اليوتيوب وكتذكير حاولوا تستغلوا هذا الحجر الصحي وهذا الخروج اللي ما كتخرجش برا حاولوا تستغلوا فيما هو مفيد باش ترجعوا بنفس اخر للدراسه راه هذه سي لوكازيون باش نحسنوا من المستوى ديالنا وباش نتمكنوا من المواد اللي كنا فيهم ضعاف دونك اي ماده حسيتي بها فراسك حسيتي براسك فيها ضعيف حاول تعطيها الدق في هذه الايامات ديال الحجر الصحي فرنسيه فيزياء رياضيات علوم طبيعيه علوم المهندس بالنسبه للناس ديال التكنولوجيا الى اخره دونك السلام عليكم ورحمه الله وملتقانا في الفيديو المقبل ان شاء الله اللي غيكون الجزء الثالث ديال الدرس غيكون فيه تمارين تطبيقيه السلام عليكم.